ومنذ الاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1946 اتخذت المنظمة الأممية العديد من القرارات، كما ناقشت قضايا ذات اهتمام دولي مثل القضية الفلسطينية واستخدامات الطاقة الذرية وحربي الخليج الأولى والثانية وغيرها. المزيد في هذا العرض المعلوماتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد الجهاز العام للأمم المتحدة وتتشكل من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، ولكل دولة صوت واحد وخمسة ممثلين. أول اجتماع للجمعية العامة ومجلس الأمن في العاصمة البريطانية لندن في 24 من يناير لعام 1946، حيث تبنت أول قراراتها الذي ركز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وفي نفس العام أصبحت نيويورك مقرا للمنظمة، وتقرر الانتقال يوم 14 من ديسمبر، وجرى انتخاب النرويجي تريك فيلي كأول آمين عام للأمم المتحدة. على مدار التاريخ كان هناك العديد من القضايا الجدلية التي ناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها القضية الفلسطينية والتي تعد الأطول عمرا حتى الآن. ففي عام 1947 أقرت الجمعية العامة تقسيم فلسطين إلى دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية، وجعل القدس مدينة دولية، وسلمت بريطانيا انتدابها على فلسطين من قبل عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة. أيضا ناقشت الحرب الكورية في عام 1950 في غياب الاتحاد السوفيتي، حيث صوت المجلس الأمن بالضغط الأمريكي على دعم أعضاء المنظمة الدولية لكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. كان الحدث الأبرز عام 1971، حيث تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالنظام الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية، بعدما ظلت الولايات المتحدة تصر على إبقائها خارج مظلة الأمم المتحدة لمدة 22 سنة. الجمعية العامة تعرضت أيضا لأحداث الحرب الإيرانية العراقية الأولى من 1980 إلى 1988. ففي عام 1988 قررت الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ للسلام ومراقبة وقف إطلاق النار بين العراق وإيران لوقف أطول في القرن العشرين. وخلال حرب الخليج الثانية عام 1991 أصدر مجلس الأمن على الفور وبالإجماع التام إدانة للعدوان في اجتماع طارئ، وعقب ذلك 11 قرارا تجعل إنهاء الغزو العراقي جهدا دوليا. إذن مشاهدينا، كانت هذه نبذة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.